على اصحاب العمارة. وقف هني بقى، شوفوا الشطفة هذه، لو طاحت على راس اي احد من القاطنين هذه الشغال بتصير مصيبة. لا مو واضح انه حلي وطاح. طبعا معالي الرئيس، اليوم الاجراءات اللي تتخذها وزارة الاسكان بالاتصال باصحاب الشقق وتعرض عليهم اللي هو مبلغ 200 دينار حتى هم يطلعون من هذه الشقق وينتقلون لشقق ثانية. تعرفون انتم معالي الرئيس هذا اللي ماسكنهم في ذي الشقق الا لظروف، ولا هم يقدرون ياخذون علاوة الاسكان 100 دينار ويطلعون يأجرون اي مكان. في نفس الوقت اغلب اللي ساكنين في هذه الشقق طلباتهم قديمة. اليوم معالي الرئيس تكلم عن 2000 وحدة امر فيها صاحب السمو ولي العهد رئيس الوزراء، وقبلها 2000، من باب اولى تعطونهم ذلين. الحين ياخذون عليهم اذا ما يبي يطلع من الشقة ياخذون عليه تعهد. زين حتى لو تعهد، لانه محتاج بيتعهد، يقول لك مو مشكلة انا بتعهد انه اذا صار شيء انا مسؤول. لكن باكر لو يطلع احد بهالفيديوهات ومرة ومرتين وثلاث بيقولون هاي مملكة البحرين، هاي وزارة الاسكان، احنا بعد ما نرضى عن هالموضوع. ليش احنا اراضنا اليوم؟ اراضنا الله يسلمك اليوم انا المتقدم بالمقترح وانا ممثل الدائرة. تعال يا وزارة الاسكان، اي مسؤول، ما بي الوزير بعد، اذا مشغول الوزير ما مو بلازم الوزير، اي مسؤول يجلس وياي حتى نتعاون، يجلس ويا اهالي الشقق حتى يفهمهم حتى نوصل حق حل. واللي موجودين في الشقق عددهم قليل مو بوايد. عرضوا لي الصوره ما عليكم امر، كبر بس شوي صوب الحمر. هذه عقد ساكن 85، شقق من 85 في عمري 36 سنة. معالي الرئيس تعرفون صاحب هذا العقد؟ توه متوفي من اسبوعين تقريبا، وليه الحين عياله ساكنين في الشقة والقوا طلبهم؟ كان رد ياني الحين ان تم القاء طلبهم. معالي الرئيس هذه انا كلمت الوزير عن حالتهم، هذا لين الله يسلمك ما كان الابو طاف العمر ما استحق، خلوه باسم الولد. الولد يوم اشتغل خلوه باسمه طلب، والابو كان فيه سرطان ومريض وطلبنا استعجال لهم بصرف وحدة اسكانية، ومر على الطلب شهور الي ان توفى الريال الله يرحمه، الين الله يسلمك الحين لقى الطلب مالهم وهم الحين ساكنين في الشقة من 85. معالي الرئيس يعني احنا ودنا نتعاون، ودنا نتكلم كلام طيب. اكو شفتي من البداية انا شكرت، انا ما عندي شيء ويا وزارة الاسكان ولا وزير الاسكان، ولا عندي طلب اسكاني ولا عندي ابي استفيد من شيء.